المعابر الاستثنائية التي كانت تجيز استعمال عقار هيدروكسيكلوروكين لعلاج المصابين بفيروس كورونا في المستشفى خارج إطار التجارب السريرية. وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت الاثنين الماضي إن اختبار هيدروكسيكلوروكين علاجا محتملا لفيروس كورونا قد توقف بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. أشارت أيضا المنظمة إلى أنه تم تعليق الاختبارات مؤقتا في عدد من الدول احترازيا. ومعنا عبر سكايب من باريس دكتور أنطوان أشقر استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية. أهلا بك دكتور. بداية، ما هي الأسباب العلمية التي دفعت إلى استبعاد هذا العقار من علاج كورونا؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. أولا، مثل ما بنعرف منذ بداية هذا الوباء وهذه الجائحة صدرت دراسات عديدة، ولكن ليست بنفس المنهجية وتختلف عن الأخرى. بمعنى، في دراسات كانت نتائجها إيجابية في بعض الأحيان، ودراسات كانت نتائجها سلبية. ولكن أنا أريد أن أركز هنا أن جميع هذه الدراسات ليست أموجين، بمعنى ليست لها نفس المنهجية، طريقة استعمال الدواء، وخاصة الجرعة. نحن نعلم أن في الصين مثلا واليابان الجرعات كانت مختلفة عن الجرعات التي نستعملها في أوروبا والتي تستعمل في أفريقيا مثلا. لم يكن هناك دراسات علمية بالمعنى الصحيح. نحن نعلم أن أي دراسة أو أي دواء لاستعماله يجب أن يخضع لأربع مراحل، والمرحلة الثالثة هي التي تسمى تجربة سريرية عشوائية. بمعنى، لا الطبيب ولا المريض يعرف ماذا يأخذ من الدواء. إلى حد الآن ليس هناك أي دراسة. نحن ننتظر دراسة التي قامت بها منظمة نعم، الصحة العالمية وتعتبر نزالة التضامن، أو الدراسة الأوروبية ما تعتبر ديسكوفري، ولكن ليس هناك نتائج. تضارب هذه النتائج أدى إلى فوضى في استعمال الدواء، وخاصة بعد النتائج السلبية التي صدرت في بعض المجلات وبعض الدراسات، وآخرها ما صدر في اللانست عن دراسة ورائية كانت سلبية النتائج. طيب دكتور، يعني اليوم تنمو مخاوف من عودة موجة ثانية من هذه الجائحة، خصوصا مع تخفيف الإجراءات. حقيقة هذا الطرح، وهل فعلا تدربت الدول على التعامل مع كورونا؟ أعتقد أن الدول تعاملت وأصبحت تستدرك أو باستطاعتها استدراك الضغط الهائل الذي نحن عايشناه في أوروبا وعايشته بقية الدول. نحن نعلم مثلا إذا قارنا مع بقية الدول أن عدد الإصابات كان هائلا في أوروبا، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية حتى الآن، وشكل ضغط هائل على نظامهم الصحي. نحن في أزمة، لا علينا أن لا ننسى أن هناك جائحة وأن هناك حياة مرضى. بمعنى أن جميع الإجراءات التي اتخذت كانت أيضا سياسية، ليست فقط علمية وطبية، سياسية واقتصادية. ولكن مع كثر انتشار هذه العدوى استطاعت الدول التي سيطرت على الوباء، بمعنى كسرت انتشاره بشكل كثيف وخفت الضغط على جهازها الصحي، استطاعت فتح طيب حياتها دكتور، الاجتماعية بإيجاز شديد والاقتصادية. ذكرت كلمة لأسباب سياسية، ما يعني ذلك؟ يعني أننا في أزمة وبائية، لسنا دائما موضوعيين علميا. الاستعجال يصبح عجلا ويختفي السبب. هناك ضغط هائل على السياسيين وعلى العلماء وعلى الباحثين، بمعنى أن بعض القرارات كانت سياسية، لأنه ليس هناك لا لقاح ولا دواء ناجع، أشكرك. إنما كان هناك تجارب
ويمكن البناء عليها. ولا ننسى أن هناك نفوذ وسياسي واقتصادي ومالي هائل في هذا العالم، أشكرك مما دكتور. مما يضطرنا في بعض الأحيان اتخاذ إجراءات متضاربة. شكرا لك شكرا جزيلا لكم. دكتور أنطوان أشقر، استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية من باريس.